السلام عليكم أصدقائي إخواني أخواتي جميعاً. اليوم سوف أشرح لكم باللهجة ليس باللهجة العراقية وإنما باللغة العربية الفصحى، لأن هذا السؤال يتكرر علي من كثير من الأخوة والأخوات ومن يعني من بلدان عربية كثيرة، فلا أستطيع أن أتكلم باللهجة العراقية لأنهم يمكن أن لا يفهموني، وهو كيف تكلف الدراسة هنا في ألمانيا، الدراسة الجامعية. فسوف أشرح لكم، أنا كاتبه هنا في الورقة، سوف أشرحه لكم وإن شاء الله سوف تفهموه. طبعا في البداية عندما تريد أن تأتي إلى ألمانيا يجب عليك أن تعرف اللغة الألمانية. عندما تذهب إلى القنصلية الألمانية في أي دولة، إذا كنت أنت في العراق أو سوريا أو أي دولة، هناك في سفارة أو قنصلية سفارة ألمانية، فهناك يجب عليك عندما تقدم تريد أن تعمل الفيزا، فسوف يقولون لك يجب عليك أنك أنت عامل اللغة الألمانية، دارس اللغة الألمانية، لذلك وبعد ذلك يوافقون عليك على الفيزا. فسوف أشرح لكم كم تكلف اللغة الألمانية فقط في البداية إن كانت في السفارة أو إن كانت في ألمانيا، فهي نفس الشيء، لا تفرق أي شيء. طبعا هنا عندنا مستويان، هو اسمه البي أينس يعني البي واحد، والبي تسفاي يعني البي اثنان. فهذه البي واحد والبي اثنان يجب عليكم أن تعملوها لكي تستطيعوا أن تأتوا إلى ألمانيا. البي أينس هي في كل شهر تكلفك 150 أورو، وهي الدورة كاملة للبي أينس البي واحد 7 شهور، ففي النهاية لدينا 1250 أورو، لأنه 150 ضرب 7 تظهر لنا 1250 أورو. هذه في البداية. كيف طلعت معي 1250 أورو؟ لأنه 7 شهور على 150 تضربها، ومعها تضيف 200 أورو للضريبة للامتحان، لأنه الامتحان أيضا لازم تدفع عليه 200 أورو. فعندما تكمل البي أينس البي تسفاي البي اثنان هو أيضا نفس الشيء، لكن 5 شهور على 150 ومعها 200 أورو للامتحان، فتصبح معنا في النهاية 950 أورو. هذه الآن أكملنا من البي أينس والبي تسفاي. فهناك ناس يعني هناك أشخاص يستطيعون أن يقرأوا في البيت، يعني أنت تستطيع أن تقرأ في البيت، إذا أردت أن تقرأ في البيت تشتري فقط الكتب وتستطيع أن تقرأ بالبيت، فتدفع فقط المادة الخاصة في الامتحان، يعني 200 أورو فقط وليس 1250 أو 950، يعني تكلف عليك قليل أحسن، لا تكلفك كثيرا. بعد شيء ثاني وهو أيضا لازم عليك أن تقدمه للسفارة الألمانية، وهو ترجمة الأوراق وإرسالها. ترجمة الأوراق لازم تترجمها، فهنا في ألمانيا أو في السفارة لا يعترفون بأوراقك باللغة العربية أو غيرها، لازم تذهب وتترجمها لمترجم ألماني يقوم بترجمتها وبعد ذلك ختمها وإرسالها، إن كان إرسالها للسفارة أو إرسالها لألمانيا. طبعا السفارة ترسلها إلى ألمانيا للجامعة وبعد ذلك يوافقون عليك، وهذا يكلفك تقريبا 200 أورو. وبعد ذلك الفيزا طبعا مشكلتها كبيرة، لكن في السفارة أعتقد إذا قلت لهم الدراسة فتأتيك فيزا دراسية رخيصة ليست غالية ويوافقون عليك، لكن يجب عليك أن تمتلك 8000 أورو في الجيب، رصيد بنكي. إذا كان عندك 8000 أورو رصيد في البنك فيعطوك الفيزا، يعني هذا أيضا سعر كبير جدا، لكن هو هذا يعني الذي يريد أن يدرس في ألمانيا لازم عنده هذا المبلغ اللي هو 8000 أورو، غير 200 تبع الخاصة بالترجمة والأوراق، وغير ال 950 وال 1250 اللي هو 8000 أورو. وبعد ذلك تقدم على الامتحان. طبعا هنا الامتحان في ألمانيا تقدم عليه، يعني عندما تأتي إلى ألمانيا فتستطيع أن تقدم عليه في 5 أو 6 محافظات في ألمانيا لكي تعرف أي واحد سوف يوافق عليك. إن وافق عليك هذا الامتحان فستدخل إلى الجامعة وتكمل،
إن لم يوافق عليك وهو هذا الشيء الذي الطبيعي سوف لن يوافقون، لأنه على الأشخاص اللي يأتون من الدول العربية لم يوافق عليهم بهذه السهولة، وإنما يبعثوهم إلى شيء اسمه ستوديوم كوليج. ستوديوم كوليج هو عبارة عن سنة تجريبية، سنة واحدة تعملها هذه السنة، وبعد ما تعملها وتكمل سوف يوافقون عليك بسرعة إلى 4 سنوات في الجامعة. وهذه الستوديوم كوليج السنة الواحدة تكلفك 6500 أورو تكلفك هذه السنة الواحدة، طبعا مع السكن هذه السنة الواحدة. بعد شنو عندنا أنا أحكي طبعا، أنا أتكلم عفوا اللهجة السورية والعراقية والمغربية والكثير، فأسف إن تكلمت بلهجتين أو ثلاثة الآن، لكن أحاول أن أبقى على اللغة الفصحى فقط. طبعا عندنا شيء مهم جدا وهو التأمين الصحي. عندما تأتي هنا وتبدأ في الجامعة يجب عليك أن تدفع التأمين الصحي، وهو 90 أورو بالشهر، في الشهر فقط 90 أورو، ويلزمك أيضا للأكل والشرب، وهو تقريبا 150 إلى 200 إلى 300 أورو، والملابس أيضا يعني حسب كيف أنت تشرب وتأكل. نعم. وعندنا شيء ثاني وهو السكن. طبعا السكن هنا تستطيع أن تجد سكن من 250 إلى 300 أورو إلى 500 أورو، يعني يجب عليك أن تبحث كثيرا 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 إلى أن تجد سكن رخيص وليس غالي. هذه الشرطة تأتي كل ساعتين أو ثلاثة تستمع هكذا. أنا ما شاء الله هنا ساكن في غرفة على الشارع العام، فأسمع كل هذه الشغلات. الآن وصلنا إلى مبلغ الجامعة. المبلغ الجامعي تحتاج أنت للجامعة 4 سنوات 8000 أورو، تحتاج إلى 8000 أورو. طبعا أنا جمعتها، لأن نحن هنا في ألمانيا عندنا شيء اسمه زيمستر. زيمستر يعني شهران، كل شهران، فأنا جمعتها كلها سنة كاملة لازم تدفع 8000 أورو. هذه الدراسة الجامعية، يعني بالشهر تطلع تقريبا 750 أورو. فأنا حسبتها في السنة 4 سنوات 8000 أورو. طبعا كثير ناس تقول إن الدراسة في ألمانيا هي مجانية، فأنا حسب ما قلت لكم الآن الدراسة ليست مجانية، الدراسة بتدفع مادة كثير يعني. وحسب ما قلته أنا الآن، طبعا الذي قلته لكم الآن كله مؤكد 100%، تستطيعون أن تتصلون بأي شخص وهكذا طبعا وتسألون. طبعا أنا عملت هذه الحلقة لأنه سألني الكثير الكثير من الأشخاص حول الدراسة في ألمانيا. طبعا سوف أعيد عليكم فقط الأسعار، وهي 1250 للغة B1 B1 B2، و 200 أورو لترجمة الأوراق وإرسالها من السفارة الألمانية إلى ألمانيا، وبعدها الفيزا أيضا تكلفك، لكن لا أعرف بالضبط كم، لأنه كل بلد يختلف عن البلد الآخر. وبعده الامتحان أيضا يكلفك 600 أورو، هذا الامتحان الذي أخبرتكم عنه، الامتحان الذي هو في ستوديوم كوليج، هذا السعر لم أقوله في البداية، الآن قلت لكم 600 أورو. وبعد ذلك السنة الكاملة هي 6000 أورو ستوديوم كوليج، ولازم عندك في البنك 8000 أورو. وبعد ذلك التأمين الصحي هو 90 أورو بالشهر، يعني في السنة يطلع تقريبا 1100 أورو في السنة الواحدة، يعني 4 سنوات 4400 أورو. طبعا الآن تمطر عندنا مطر، الجو هنا في ألمانيا مجنون. وعندنا الجامعة هي 8000 أورو في 4 سنوات كلها، يعني المبلغ كبير جدا، لكن لا أعرف يعني، حاولوا أن تجمعوه وتعرفوا كم هو في النهاية، كم يصبح هذا المبلغ في النهاية. وأنا أتمنى لكم جميعا أن تأتوا هنا إلى ألمانيا، طبعا جميع الأشخاص الذين يريدون أن يدرسوا هنا في ألمانيا. وإذا تريدون أي سؤال أو عندكم أي سؤال آخر أتمنى أن تكتبوه لي هنا في التعليقات، وإن شاء الله أنا سوف أجيبكم عليه. وأتمنى أنني قدمت لكم جميع المعلومات المطلوبة من عندي، يعني المطلوبة حول الدراسة في ألمانيا.
طبعا كتبته وبحثت في الانترنت كثيرا وسألت أصدقائي كثير، لأنني هنا عندي أصدقاء كثيرين في ألمانيا يدرسون الجامعة، فهذه المعلومات صحيحة 100% إن شاء الله. وتحياتي لكم، كان معكم مصطفى من ألمانيا مع هذا الجو اللطيف اليوم. السلام عليكم.